طارق نورتني وشرفتني. الله يخليك يا تشوبير. ولو في حاجه اي حاجه انا ما اسالش حضرتك فيها حابب توضحها. لا انا اللي اتشرفت بيك وسعيد جدا جدا ان انا متواجد في بين اسره النادي الاهلي وانت رجعتني لذكريات جميله. حبيبي. لكن طبعا القعده معاك ما بتخلش. حبيبي يا طارق بقى لنا كنت عايز احكي بس هناخد وقت طويل قوي يعني مثلا قبل ما اختم كنا في بطوله الالعاب الافريقيه في كينيا فكنا قاعدين ايه؟ كنا قاعدين ده في المدرسة مدرسة بس جنبنا مين؟ كابتن رشوان كابتن عجولة اسمه ايه؟ محمد لا حول ولا قوة الا بالله كان بتاع بطل مصر في الجولة حاول نجيب محمد نجيب كان قرص طبعا ساعتها او رمح يعني نجوم كان بتوع الملاكمة بتوع الملاكمة كل شوية واحد جاي على نقالة كابتن مظهر كابتن مظهر المدرب كان راجل جميل جميل ناس جميلة جدا لكنه في وسط كينيا بقى ومش عارفين ناكل الاكل يقول لك تعالوا روحوا فبروح زي الميز بتاع القوات المسلحه بس الاكل بعيد عنك وكان معانا شويه تونه وجبن خلصت بدري ف بنزوغ عشان ناكل من الناحيه الثانيه ايوه فاكر لما كابتن لطيف كان بياخدنا اطلع بره ياكلنا بره مين جه معانا؟ ايوه حد كابتن رشوان ايوه والكابتن محمد نجيب فالكابتن الكابتن لطيف كان بيعد اللعيبه أيوة. هو نازل لا اثنين بابين نازلين اثنين قالك مين دول؟ كابتن لطيف كان دمه خفيف جدا مين هيحاسب لهم؟ مين هيحاسب لهم؟ احنا كنا والله كنا بندفع كل واحد 10 دولار تقريبا عشان ناكل ما احنا مش عارفين ناكل وبيودونا مكان كده فيه لحم غزال و حاجات جميله جدا وبعدين سفاري كان في سفاري ايوه سفاري فالكابتن لطيف ترك هو عشان يعد الفلوس وفي الاغلب ما كانش بيرضى ياخد مننا فلوس بصراحه كان هو بيحاسب بس هو فوجئ بالاثنين نازلين كابتن نجيب وكابتن كابتن رشوان الاثنين كنا مهربينهم في ايوه ف قال لك ايه ده هياكلوا اكل اللعيبه كله الله ذكريات حلوه كانت ذكريات جميله وبعدين جينا بقى عشان الصلاه ففوجئنا احنا بنصلي بقى اجتهادي يعني الظهر العصر بتاع ففوجئنا انه واحد كده واقف على تبه كده ما بيأذن وبيأذن لقينا كابتن طارق العاشر ساعتها فاصبح هو مؤذن البعثه وكان معانا كابتن عزمي مجاهد عليه رحمه الله كان اداري الفولي ساعتها مش كده كان دم وشربات كنا بنجمع مجاهد. كل البعثه في المكان بتاع كره القدم عشان يصلوا معانا كله يقعد نصلي كابتن رشوان ربنا يسيبه كده اول ما لقى في لبد معانا عيني مش عارفين ياكلوا يخرجوا سفاري مش عارفين ياكلوا ودول انت عارف دول بياكلوا اكل بياكلوا كابتن لطيف قال لك هيخلصوا الاكل بتاع البس الله يرحمه هنعمل ايه وكان الاكل بكلام فارغ يعني ساعتها ذكريات جميله